السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض برنامج دي فايف ريندر. تقدر تقول له اوبن من هنا تفتح مشروع يكون موجود عندك، او ممكن تقول له نيو تبدأ من الصفر، او عندك كذا مبنى جاهز تقدر تتعامل معاه. فخلينا اقول له نيو، فبدأ اهوت ليتس ستارت. بيشرح لك بعض الاختصارات. ممكن نقول له احنا عايزين نعمل امبورت لمبنى من المباني. خلينا نختار حاجة من عندي على الجهاز، مش لازم من الحاجات اللي هو بتيجي معاه جاهزة، ممكن يكون هو لاعب في الحاجة ومجهزها جاهز. خليني اخش على حاجة من الشغل. طيب هو بيقبل الاف بي اكس والدي 5 اي والاس كي بي السكتش والاي بي سي وهكذا. خلينا ناخد الفيلا ديت. هنا هنبدأ نكون اللقطات بتاعتنا. ده الملف اهو بقى موجود. ايوه، بس كده محتاجين ان احنا نبذل فيه شوية جهد بسيط لموضوع الإنارة. الماتيريال، الحاجات دي هنبدأ نظبطها. طيب ممكن أقول له نيو سين، دي لقطة بحيث لما نحب نرجع هنا نقدر نرجع. ممكن ناخد لقطة كمان. طيب ممكن من هنا نبدأ نظبط الإنارة شوية زي ما احنا عايزين، أو ممكن نعمل ال HDRI، وممكن نختار خلفية مثلا بالشكل دوت. ممكن نقول له مثلا ان احنا عايزين نضيف بعض الزرع مثلا. طبعا دي كلها مكتبة موجودة. بالشكل ده ممكن نضيف برضو بعض الصخور. خلينا طيب هاخفي الجزء دوت اهو، ونقدر نتحكم في الصن اهيت. تقدر تعدل تخليها اكثر ضياء بالشكل دوت. الكرر، وفي مؤثرات هنا تقدر ان انت تفعلها وتشغلها زي ما انت عايز. الاكسبوجر ممكن تخليه اوتو مثلا. الكونستراكت، اللينس فلير اهو، طيب لو عايز تعمل صورة بتيجي هنا وتقول له والله انا في صورة معينة عايز اخدها. تمام، ايمج او بانوراما. وممكن تقول له انا عايزك ترندرها دلوقتي او هترندرها بعد شوية زي ما انت عايز. وعندك اوبشن للسايز، او ممكن تعمل فيديو فتاخد لقطة معينة وبعد ما تتحرك بيه الكاميرا تاخد صورة كمان، ويبقى كده عندك الفيديو اهوت. وتقدر انت تصدره زي ما انت عايز. طبعا في اعدادات جاهزة موجودة هنا. ممكن تقول له مثلا عايزها تبقى ديزرت مثلا، او مودرن اكشن، او دي لايت، وهكذا. تقدر تختار اي حاجة انت عايزها.
تقدر تيجي تقول له انا عايز اشوف الاسيتس الاصول اللي موجوده، لو انت عايز بقى تحط حيوانات، عايز تحط سيارات، عايز تحط فرنتشر، في مكتبه حلوه جايه معايا، تمام، وهكذا تبدا تختار اللي انت عايزه، تعملك داونلود لان هو اغلبه بيكون على النت لحد ما انت تحمله عشان ما يتقلش الشغل بتاعك، وتقدر تختار وتخليه ينزل عندك هنا، وتقدر تعمل له مسار وتخليه يتحرك زي ما انت عايز.